تلقت الأوامر هي تحديداً دوناً عن غيرها، أنيطت بها أهم عملية اغتيال لإسرائيل خلال العقود الماضية. إنها الوحدة 119 في سلاح الجو الإسرائيلي، والتي نفذت عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. فماذا نعرف عن هذه الوحدة؟ وما هي أبرز مهامها؟ الوحدة 119 معروفة أيضاً باسم بات أو الوطواط، وهي وحدة نخبوية في سلاح الجو الإسرائيلي، متخصصة في تشغيل الطائرات الحربية، وغالباً ما يتم اللجوء إليها في عمليات هجومية ودفاعية معقدة. طياروها يتلقون تدريبات مكثفة تشمل كافة جوانب العمليات الجوية من الطيران في الظروف الجوية الصعبة، وتعتمد على التكنولوجيا المتطورة التي تشمل أنظمة ملاحة متقدمة وأجهزة استشعار وتحكم بالنيران وقدرات تخف عالية. الوحدة مسؤولة عادة عن تشغيل مقاتلات من طراز F-16 صوفا، وهي نسخة متقدمة من المقاتلات الأمريكية F-16، تم تعديلها لتناسب عمليات سلاح الجو الإسرائيلي، حيث شاركت في العديد من العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع حيوية بما في ذلك البنية التحتية العسكرية ومواقع الأسلحة والمخابئ. أضف إلى ذلك المهام الدفاعية المتمثلة في حماية الأجواء الإسرائيلية من التهديدات الجوية بما في ذلك اعتراض الطائرات المعادية أو الصواريخ. وشاركت الوحدة 119 في حرب لبنان والعمليات في غزة وبعض العمليات الخاصة التي استهدفت أهدافاً إيرانية في سوريا. وأخيراً كان لها الدور الأبرز في تنفيذ عملية اغتيال نصر الله.